كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام، ساعات ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، حيث تتنوع استعدادات الأسر والعائلات العربية لاستقبال العيد. ففي مصر يعيش المصريون أجواء العيد في ظل حالة من الغلاء تعيشها البلاد، وهذا ما انعكس على سعر الأضحية هذا العام، ما أدى إلى تراجع مبيعات الأضاحي في الأسواق، ودفع العديد من المصريين إلى شراء أضحية العيد بالتقسيط أو بالاشتراك مع الأقارب. الناس ما الناس تعبانه، اللي كان بياخد عيد 600 كيلو بيدور على عيد 350 كيلو 400 كيلو، والغلا الناس الله يسعدها برضه الناس تعبانه والبلد تعبان. فين الزياده؟ امبارح السنه اللي فاتت كان ب 60 و58، السنه دي بيبدا من 54 ل 55، والتاجر تعبان مشتري ب 53 من الصعيد بيخس 20 كيلو، بيجي مضرور، البلد كلها مضرور. الناس اتضغطت من غلاء اللحوم صراحه. في ناس لعلمك يعني انت ممكن تقول لا ده الناس الزبائن كتير ولا حاجه، لكن في ناس يعني بطلت تاكل لحوم من غلاء الاسعار. الدنيا يعني كل حاجه برضو غاليه، كل حاجه عماله تزيد، تمام؟ يعني بيبقى في فرق عن السنه اللي فاتت. الجو تعبان، الفلوس قليله مع الناس، فلوس قليله مع الناس. ماشي، تعالى السنة اللي فاتت ماشي كان يعني في قرش خدوهات. وتعيش اليمن أوضاعا إنسانية واقتصادية قاسية، فقد شهدت أسواق الأضاحي في عموم البلاد ارتفاعا كبيرا جراء تدهور الوضع المعيشي للمواطنين، وسادت حالة من الغضب بين اليمنيين بسبب جشع بائع الأضاحي والذين فرضوا سيطرتهم على الأسعار. ماشي، هذا السنة مولعة الأسعار نار. المواطن العادي لا يستطيع ان يضحي ولا يستطيع ان يبصر يشم حتى اللحمه، لانه بسبب الغلاء الاسعار وارتفاع الدولار الذي يستفيد من هذا الحاله هم اصحاب رؤوس الاموال والتجار، اما المواطن البسيط فلا يستطيع في هذا العام بالذات تحديدا. السنوات الماضيه كان الناس قبل العيد بيومين الى 3 إلى 4 أيام يبداون بشراء الاضحيه. انا ملاحظ هذه الايام انه لا احد اشترى خلال اليومين الماضيين، بل أتوقع يوم العيد أن الناس يشتروا بالمفرق بالكيلو والاثنين كيلو والثلاثة كيلو، حتى القادرين يعني طبعا 90% من المواطنين غير قادرين على شراء اللحوم. الأسعار مشتعلة للسماء، الدولة ما فيش دولة ولا في رحمة، وعيشتنا عيشة جن، مو من عيد مو من راتب، الراتب خلاص، الأسعار كلها خلاص، الدولة ارتفع ضاع الريال اليمني، المفروض أنه يلتفت على الرواتب ويزيد الرواتب، يسوي وضع الموظف زي الناس. وفي العراق شهدت حركة أسواق الأضاحي نشاطا ملحوظا واستقبال من العراقيين رغم ارتفاع الأسعار وتفاوتها في الكثير من المحافظات. أسعار مو مثابتة بين الضحايا، اكو ورجينة مثلا، الورجينة مثلا سعرها 200، القرقور سعرها مثلا 350 400 مثلا، ولهذا صار اسعارها غاليه لان ماكو رجل عليها قويه تجي اللي جاي، كانت قبل يجون من بغداد مثلا يشترون ومن غير مكان يجون، هسه الامور شويه تشددت على مود يعني الا كتاب الا ترتيبات، الكتاب تروح للبيطره مثلا ب 10,000 دينار تاخذه. احنا كل سنه يعني قبل العيد باسبوع ب10 أيام يصير علينا اقبال، اللحم يرتفع السعر ماله والحلال يعني حتى الاسعار مالته ترتفع على مود الاضحى، والعالم تبدي تشتري في مدينه سامراء ياخذون الاضحيه ويوزعونها للفقراء. ف يعني يجون مثلا يريدون طلي كبي يريدون كبي يريدون، لازم مواصفات اذنه ما مشرومه، يعني لازم طلي راهم وما سامراء موس، يعني اكو ناس ما ترغب السوري، هسه عندنا سوري مستورد، عندنا سوري وعندنا ايراني وعندنا كل شيء مستورد، هسه طلي العراقي ما سامراء مرغوب. ينضم لنا في الاستوديو الكاتب الصحفي محمد عزام، اهلا بك معنا استاذ محمد، وكل عام وانت بخير. كما بامكانكم مشاهدينا التواصل معنا عبر ارقام الهاتف التي تظهر تباعا على الشاشه، ونبدا اول اتصالاتنا مع عبد الله جزار من القاهره. اهلا بك معنا حاج عبد الله، و كيف تبدو اسعار اللحوم هذه الايام وفي الغد باذن الله عيد الاضحى المبارك؟ كل عام وحضرتك بخير. كل عام وحضراتكم بخير، وكل اللي موجودين في الاستوديو بخير ان شاء الله، وعيد سعيد عليكم. والله الاسعار زي ما انت عارف كلها في العالي، يعني حتى السوق مش اللي هو زي كل سنه، يعني الوضع يختلف عن كل سنه بالنسبه للاسعار، الاسعار اغلى شويه
ماشي، وعمليه السحب والبيع والشراء اقل كتير من السنين اللي فاتت دهية، تختلف عن السنين اللي فاتت بكتير واقل منها بكتير. طب هل ده اثر على اقبال الناس على شراء الاضاحي يا حاج عبد الله؟ طبعا طبعا طبعا، كل سنه هتلاقيها اقل من اللي فاتت، لان الحاله الاقتصاديه بتاعت المواطن نفسها مختلفه عن حاله الاقتصاديه بتاعت السنه اللي فاتت وعن السنه اللي قبليها. كل سنه في انحدار، في ينزل اكتر، ما مش مستفيدين على حاله، فده بيأثر طبعا على عمليه الشراء والبيع. واللي كان بياخد من 5 ل 10 كيلو ولا 20 كيلو، لان احنا بنقفل بعد العيد 15 يوم 21 يوم، فطبعا كان الناس بتشتري بزياده. النهارده الحاله مش اللي هي يعني عمليه الشراء مش السحب اللي الناس متخيلاه، لا اقل كتير من السنين اللي فاتت. لعل يوم العيد ايضا بيكون موسم للجزارين في مصر حاج عبد الله، في الغد باذن الله، يعني هل اقبال الناس انه يحجزوا الجزارين حتى يقوموا بذبح الاضاحي كما كانت في الاعوام السابقه؟ عمليه الشراء والذبح والتضحيه والناس بتضحي والناس بتفرح، الكلام ده قل عن السنين اللي فاتت كتير كتير كتير. يعني النهارده اللي بيعمل فرشة عشان خاطر يبيع منها ما بقاش يجيب الكميه اللي كان بيجيبها الاول عشان خاطر عارف ان هي هتتباع. لا بقينا نجيب اقل منها بكتير، نجيب عدد قليل على اساس ان احنا، لان انت عارف السعر زاد عن السنه اللي فاتت بنسبه كبيره. يعني احنا السنه اللي فاتت كنا بنبيع الصاحب 50، النهارده ب 63 و65، فطبعا لازم دلوقتي اكتر. الناس اللي كانت بتذبح والناس اللي كانت بتجيب وتفرق وتقول لك اذبح لي عجل واللي يقول لك اذبح لي عجلين، الكلام ده مفيش، مش موجود من السنه دي جامد. يعني مش بالتخيل، اللي كان بيذبح كان بيجي النهارده، السنه دي اللي بيدخل في ربع دي عجل بيقول لك انا ضحيت.